احنا دلوقتي ادانا البيفت تيبل، فقلنا مثلا كام مخزن قد ايه، باع كام قطع، عدد القطع اهو تمام اهي. فممكن بقى نعملها بقى بطريقه اشيك احسن بكتير جدا يا نادي. ممكن نعمل ايه؟ شايف المنظر ده كده تمام، في حاجه اسمها انسيرت. انسيرت اهي هتلاقي في حاجه اسمها ريكومندد تشارت. التشارت دي اللي هي نعمل ازاي رسم بياني. رسم بياني بمعنى هنيجي هنا تدوس على ريكومندد تشارت، او لو انت ما عندكش كلمه ريكومندد تشارت دي ممكن نعمل انسيرت اللي هي تشارت اهي، بيفت تشارت، ندوس عليها كده هيطلع لنا الشكل الجميل ده. مثلا ممكن نخليها بالمنظر ده، المنظر ده شكله حلو قوي. بيقول لك ايه، تدوس كده اوكي بص، ونعمل دي كده ونخليها هنا كده اهي. لما نيجي ندوس على كلمه مخزن واحد بس. بص اهو، لا ده احنا لسه بقى هنظبطها، استني ده انا هتنبسطي قوي من الحاجات دي. بص يا ستي، الحاجات دي اهي ممكن بقى لو احنا دوسنا عليها ممكن بقى نختار بقى اشكال افضل. يعني ممكن مثلا نخلي المنظر ده، انتوا تحبوا ايه، نخليه اللي هو دي ولا دي، نخليها دي ولا دي؟ دي الرمادي ده احلى. الرمادي ده احلى. يعني بصي لو تلاحظي احنا بقى عايزين بقى نزود بقى المخازن اهي، نحط بقى، شايفين بقى، شايفين الكلمة دي كده، هنيجي بقى عند الحتة دي كده ونيجي بيقول لك هنا ال، يعني بصي هنا، هنا كلمة اسمها توتال. فلو انت عملت هنا بيقول لك ممكن نحط تايتل، او نخلي التايتل فوق اللي هي كلمة توتال دي، او نخليها في النص. فنخليها فوق اهي، نخلي مساهمة دي هتبقى ايه، مساهمة كل مخزن. ما هو كل مخزن بعد ايه، او عدد بيع كل مخزن، او بيع كل مخزن تمام كده. ودي نكبرها كده، نيجي هنا هوم، فاكرين الكلام ده ولا لا؟ اهو بيع اهو، ونخليها فوق كده شويه، ودي نشدها كده لفوق كده تبقى كبيره كده خلاص اهي. ونيجي هنا كده ندوس عليها مرتين اهي، ونيجي عند كلمه ديزاين، ونيجي هنا ندوس داتا ليبلز. الليبلز دي لو شايفين 25 25 دي تلاقيها اتحركت. بصوا شايفين ولا لا؟ تمام تمام. ممكن مثلا نخلي دي، مثلا نخليها اهي في السنتر دي تمام. ممكن مثلا نروح مزودين عليهم مثلا اللي هو التوب الرايت، الاسامي دي كلها. ممكن نحط الحته بتاعت المخازن نخليها هنا كده. يعني بيقول لك مخزن واحد اكبر مساهمه دلوقتي ان مخزن ثلاثة، مخزن ثلاثة بايع ب 29%. دي مثلا نكبرها كده شويه ونخليها بقى في الانسايد اهو، انسايد. هل كده المنظر ده كده كويس؟ تمام. يعني بصوا لو تلاحظوا ان مثلا بيقول لك ايه، ان احنا بنحاول نخلي شكل البيع بتاع او شكل التقرير بتاعنا يبقى شكله ازاي، يبقى شكله بروفيشنال فاهمه؟ بقى اسهل في القرايه. ايوه بالظبط، ان احنا نخلي الشكل بتاعنا بروفيشنال. يعني بص اهو بيقول لك المخزن، المخزن بتاعنا، او لو انا دوست على دي كده بيقول لك ان كل مخزن، بصي احنا عمالين اهو نختار اهو، مثلا ممكن دي نخليها، او نخلي مثلا دي تمام، ودي نخليها بالمنظر ده كده اهو، ونخليها اوتسايد، لا نخليها انسايد سنتر، في السنتر اهي. ونخلي مثلا الليجند دي، الليجند دي اللي هي تبقى يمين شمال، بس لا انا مش عايزها تبقى ليجند، تبقى نون، بحيث ان هو يبقى مخزن واحد، مخزن اربعه، مخزن ثلاثه، مخزن اثنين. ونخلي مثلا ايه النسب المئويه بتاعتهم اهو كده، بقت اشيك بكتير قوي. لا انا عايز اكبر اهي، كنا احنا عاملينها اهو دي، وبعد كده نخليها، لا انا عايز اخليها دي، لا مخزن، مخزن واحد اهي كده، ونخلي الليبلز دي تبقى في الاوتسايد، لا في السنتر اهي. ودي بيع كل مخزن تمام كده. ونخلي دي نصغرها كده شويه نادية اهي. شايف الشكل بقى عامل زي نادية ولا لا؟ الو تمام تمام. بص يا ستي نيجي بقى هنا تاني. حد عنده فكرة تانية نعملها مثلا؟ المنتجات.
مثلا المنتجات مش مثلا. هي مثلا نعم، أكبر فاتورة مثلا؟ أكبر فاتورة في خلال المخازن ممكن. تعالي نعمل ندوس insert، هندوس كلمة insert pivot table، وهنختار بدل new worksheet. لو أنا دوست على new worksheet بصي هتفتح لنا شيت تاني، لا أنا عايزها تتضاف جوه الشيت ده، جوه الشيت رقم واحد. فلما أجي أدوس insert وأدوس كلمة pivot table هيجي لي أقول له new worksheet، هقول له أنا عايز exist worksheet، وهنا وأروح جاي هنا أقول له مثلا عايزك تضيف لي الحاجة دي هنا كده. أوكي، هيتضافت هنا. مثلا أكبر فاتورة هتبقى قيمة الفاتورة هتحط هنا كده، والمخزن أهو فين المخزن، مخزن المنتج أهو. ومثلا نجيب أكبر قيمة فاتورة sort من largest to smallest. فاهم حاجة ولا لأ؟ تمام. ماشي، هنيجي هنا ونيجي عند قائمة insert وندوس على pivot chart أهي، ونخليها مثلا بالمنظر ده كده، وندوس أوكي. أهو بصي المنظر أهو كده جالنا أهو. تعالوا بقى كده نصغر بس كده الشكل بتاع دي كده عشان تبقى شكلها حلو كده، ونشد دي كده شويه لفوق اهي، ونشدها كده. بص يا ماما، ونيجي هنا ممكن بقى، هو بقى بيديكي بقى ديزاينز وحاجات كده كتير، تحب نختار ايه؟ حد حابب يشارك معانا ولا كله مع الاسف؟ نخلي دي كده مثلا مع حضرتك مركزه مع حضرتك. حاضر. هو مين اللي رد عليا دلوقتي يا معلم؟ انا اسماء. بص يا اسماء، انا ليه حاسس اسماء لي؟ ايوه انا معاك والله وربنا انا معاك، يخرب بيت كده. ايوه مع حضرتك والله، بس الواحد بيبقى ساكت عشان يعني مركز بس مش اكتر. حاضر معلش، انا بس اللي بحب احس بالامان بس مش اكتر. ماشي حاضر. طيب هنعملها كده اهو. بص هنعمل دي كده اهو، هيبقى ده كده المخزن. وبصي بقى نقعد بقى نختار بقى هنا، مثلا دي نختار، تحبوا ايه؟ نختار الاسود دي كويسه ولا لا؟ طب مش انا اختار النص. لا لا طب اوكي تمام شغاله. حد يقول لي مين يعني؟ حد طب دي مثلا كويسه دي؟ دي لا، اللي فاتت احلى. لا مش دي، اللي قبل اللي في النص بقى، ما بين دي وما بين الزرقاء. لا كمان واحده دي. فوق يعني، لا جنب الزرقاء اللي جنبها. انا ماشي اهو دي. وفوقيها؟ لا فوقيها بقى، اللي جنبها بقى دي ولا دي؟ يمين. ايوه هي دي. ماشي. ايوه دي. بص يا ستي، بس دي يا ناديه، بصوا لو تلاحظوا دي يعني تحس ان هي مهبه، فاحنا عايزين نحط بيع الفواتير فوق هنا، يعني فوق كل عمود، فاهمينه؟ هنيجي عند كلمه ديزاين اهي، وهنيجي عند لاي اوت اهو. بصي حتى بيقول لك اهو ده بقى الديزاين اهو. بصي شفتي كده لما انا وقفت على نوقف دي بس كده لحظه. هنروح بقى، بصوا بقى يا جماعه، هنروح بقى هنا تمام. بيقول لك لما نيجي نقف هنا هنيجي على كلمه ديزاين، وهنيجي الكالر اهي. بصوا بقى الكالرز، بصوا لو انا دوست كده مثلا اهو، المفروض لما باجي اختار الكالر بيختار اهي. شايفين الشكل بقى كده، بقى يعني الكالرز مثلا اهي، مثلا حاجات الزرقاء، الحاجات دي ما فيش حاجات زي كده. مثلا لو احنا اخترنا مثلا الحاجات دي، لو احنا مثلا قعدنا نختار دي فاهمين قصدي؟ يعني بيبقى ليهم مثلا دي اللي احنا كنا واقفين عليها تمام. وهنيجي بقى نروح عاملين هنا كده اهي ليبل اهي، سامعين اهي. دي الفلوس بتاعتها كده بدأت. بصوا لما نيجي نقفل، لما نيجي نعمل دي ثانية، بصوا اهي هنيجي نختار دي اهي، وبعد كده هنيجي على كلمة دي اللي اهي، نخليها من فوق افضل، نخليها من فوق كده افضل صح ولا؟ اهي مثلا نخليها مثلا من فوق اهي، دي هتبقى افضل. وبعد كده مثلا بقى نقعد بقى نلعب براحتنا بقى، يعني ممكن مثلا نحط تايتل فوق. التايتل يا جماعة اللي هو العنوان، يعني ممكن مثلا نقعد داتا ليبلز اللي هي نخليها في السنتر، اوتسايد، جوه الداتا دي كده. الداتا ليبلز اللي هي، بصوا انتوا كل الحاجات تبقى هنا، فاهمين قصدي ولا لا؟ يعني انتوا تقعدوا نجرب، فاهمين؟ ممكن بقى نعمل بقى الحته دي كده، نيجي نقف على اي بتاع من دي الارقام دي، ونخلي الارقام دي مثلا تبقى بولد يعني عريضه، ونخليها كبيره كده، ونخليها مثلا باللون الاسود اهي كده. الكلام بقى افضل صح؟
ممكن نخلي مثلا دي مثلا باك جراوند، نخلي مثلا الباك جراوند ممكن نخلي مخزن واحد اتنين تلاتة برضه ممكن نغيره. يعني مثلا ممكن نخلي الباك جراوند مثلا زي كده، ممكن نخلي باترن، ممكن نخلي حاجات. بصوا يعني حاجات، بصوا بقى انتوا بقى تقعدوا نقعد نجرب براحتنا جدا اهي. ممكن مثلا نقف عند المخازن دي كده ونروح مكبرين الاسم بتاعها اهو، ونخليه بولد، ونخليه اسود كده، يبقى اشيك بكتير كده. كده بقى عندنا الحاجة اهي. ها مين عنده افكار تانية هنا؟ ها مين اللي هيقول لي على حاجات تانية؟ احنا عايزين بقى ايه، نعمل شوية حاجات. يعني بصوا ده كل مخزن بقى قد ايه من القطع. فعندنا مخزن رقم 3 ده اعلى حاجة. احنا ممكن نعمل هنا سورت من اعلى لاصغر عشان هي تتعدل اهي. فعندنا دلوقتي مخزن 3 اكبر حاجة، مخزن 1 تاني حاجة، مخزن 4 تالت حاجة، وهكذا. حد عنده افكار تانية هنا في الشيت ده؟ ها ممكن، ممكن ايه عدد القطع اللي طلعت من كل مخزن او اللي موجودة فيه؟ لا دي احنا دي عملناها. ها عملناها سعر البيع، مفيش حاجة تانية، مفيش حاجة تانية، هي يا إما فلوس يا إما البياعين، عدد القطع يا إما البياعين مخزون المخازن. البياعين كل بياع بقى قد ايه؟ ايه رأيكم؟ بياع اهو. ماشي، نعمل انسيرت كده بيفت تيبل، ونخلي دي الاكزيست وركينج شيت اهي، في نفس في نفس الشيت، ونخليها هنا، ونخليها هنا كده. دوس اوكي اهو، نجيب رقم البائع اهو، وكل بائع باع بقد ايه عدد القطع اهي، تمام. ونروح عاملين هنا دي كده، هنبقى واقفين على البيفت تيبل كده، وندوس انسيرت بيفت تشارت، وهنعمل نختار مثلا شكل مثلا وليكن زي الشكل ده مثلا. اوكي اهو، نخلي مثلا بص عشان نخلي البياعين من اعلى لاصغر، ندوس كليك يمين هنا في كلمه اسمها سورت. سورت دي يعني ترتيب من اعلى، لارجست تو سمولست. لارجست يعني اعلى الى اصغر، وفي من اصغر الى اعلى، فنخليها من اصغر لاعلى اهي. اهو 78 21 17 اهو، وخليها هنا كده اهي كده، ونخليها بالعرض دي كل دي، ولا دي هتبقى كويسة بالعرض؟ ماشي نخليها بالعرض كده بس كده اهي، بس كده اهو. او عندك مثلا ممكن بقى نخليها مثلا ايه بالاشكال بقى، نيجي في الديزاين هنا نختار مثلا الشكل الاسود ده، انا عايز الشكل الاسود ده يا جماعه مع اذنكم يعني، ونختار بقى اللون الاصفر، ونخلي الكلام يبقى في اخر الحاجه. ثواني يعني نخلي مثلا فين اهو بقى قد ايه. وبصي بقى ممكن مثلا نعمل التايتل ده، بص يا جماعه شرط تايتل دي يعني اسم، يعني ال هقولها لكم ازاي. الشكل البياني ده بيدل على ايه، فاهمين قصدي؟ فنقول له مثلا ان ده اكتر بيع البائعين، بيع القطع لكل بائع. بائع اهو، تمام اهو، تمام كده يا جماعه. الكلام كده بقى واضح شويه صح؟ ونيجي نقف مثلا عند رقم 3 دي كده، او مثلا نكبر دي كده شويه اهو، خليها مثلا في المنتصف كده يعني شكلهم بيبقى افضل. ودي كده مثلا نكبرها برضو، نخليهم برضو كده. بصوا يا جماعه انتوا بمجرد ما بتقفوا على الكلمه بس كده، تلاقيهم على، بصوا اتعامل عليهم زي سيلكت، اتحددوا كلهم. فانت بقى بتيجي تصغري وتكبري هنا، عارفين زي كبري وخمسي. محدش ضحك ليه؟ ماشي اوكي، ماشي تمام كده يا جماعه. اوكي بصوا يا جماعه اهو كده، ده الشكل اللي احنا عاملينه. ايه رايكم في الشكل ده كده؟ الشكل ده يعني الى حد ما ده اللي تقدروا تبينوا ليه المديرين بتوعكم، تمام كده؟ الو تمام. حد عنده افكار؟ ايوه تمام. حد طب عايزه اسال، بتاع ده الشورتس بتبقى فيها اسهم زي الشورتس بتاعت البورصه لما بتتحب تتعمل؟
الشارت اللي فيها اسهم زي الشارت بتاعت البورصه. تعالي نشوف، تعالي نشوف الشارت بتاعت البورصه اللي هي زي ده الدولار طلع والدولار نزل، قصدك دي كده مثلا؟ بس دي نعملها. طب قولي لي كده فكرتها كده، لا نقدر نعملها في ايه هنا؟ بس على فكره هي مش موجوده عموما، بس قولي لي كده فكرتها ممكن ما تتعملش على الاكسل صح؟ بصي هي موجوده على الاكسل بس موجوده في حاجه مثلا معينه. بصي يا ستي، شايفه قيمه الفاتوره دي مثلا؟ في حاجه هنا اسمها كونديشنال فورماتنج، عارفاها دي؟ فاكراها الجمله دي؟ فاكراها. لو دوسنا عليها كده هتلاقي في حاجه اسمها ايكونز. ايكونز دي اهي، بصي علامه الدي اهي، فاهماني؟ بس هتلاقي هنا، بصي ادي الشكل بتاعها. لو انا مثلا خليتها، لو انا مثلا شايفه دي الاحمر دي يعني واقعه خالص، يعني دي من ضمن يعني 360 في ضمن العمود كله، دي اقل حاجه يعني. بص العمود فيه 1400، 360 ده رقم كبير. طب لو انا خليت ال 360 مثلا 50000، 1 2 3، بص بص السهم هيحصل له ايه؟ السهم اخضر. السهم كان احمر واقع. بص لو انا خليتها مثلا 5000 مثلا، 5000 السهم اخضر وطلع لفوق، فاهمه؟ بس دي مش يعني مش هنحتاج دي، مش موجوده في التشارت، لان التشارت مش هينفع يبقى فيها الحته دي. حتى لو قررت اعمل مثلا كان اختار تلات مخازن مثلا واعمل على اساسها قيمه فاتوره او سعر البيع مع تلات مخازن وارسمها على شارت. بصي يعني تلات مخازن، فهميني كده القصه هتعمليها ازاي، يعني قولي لي كده هتعمليها ازاي. يعني اختار تلات مخازن، مخزن واحد ومخزن اتنين ومخزن تلاته، تمام؟ وارسمهم زي الشارت بس رسم بياني العادي. الرسم البياني واختار فيه الرسم البياني العادي، هو مش الدايره اللي هو يبقى عباره عن اعمده. ماشي ماشي تمام تمام تمام. واختار مثلا معاه سعر البيع واشوف مين اكتر مخزن البيع فيه كان عادي. ما احنا عملنا دي، ثواني كده نشوفها هنا كده. قيمه الفاتوره ممكن نعمل سعر البيع يا ستي. ماشي، احنا هقول لك انا سعر البيع ازاي. بص هنيجي هنا نعمل انسرت بيفت تيبل، وهندوس على اكزيستنج، وهنختار هنا ندوس في المربع ده كده، ونيجي هنا نخليها مثلا هنا مثلا، تمام اهو، نخليها هنا اهو الشيت اهو، ندوس لا يبقى انا دوست غلط اهو، ندوس انسرت اهو بيفت تيبل، وبعد كده ندوس انسرت، وبعد كده الشيت دي، وبعد كده نخليها هنا، ندوس اوكي تمام. بص هنجيب المخزن اهو، فين المخزن؟ المخزن اهو، وهنجيب سعر البيع اهو. بص لما نجي نحط سعر البيع دي هيجيب لنا كتير، فاهمه؟ فعشان تجيبي اعلى سعر البيع للمخزن هنحطها هنا اهو، وندوس انا بس بظبط بس الشيت مش اكتر اهو، خليها ريبيت. بصي لو تلاحظي مخزن واحد، ونعملها مثلا سورت من اعلى لاصغر. بصي شايفه الشيت ده كده، شايفه الحته اللي تحت دي كده؟ بصي بصي مخزن واحد اعلى سعر بيع جاله 165، بعد كده 120، بعد كده 140، مخزن اثنين 150، 147، 140، فاهمين؟ فاهم قصدي ايه؟ بس احنا لو جينا نقسمها على 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 بيفوت تشارت، بصي لما نيجي نعمل قصدي انسرت ونيجي نعملها على كلمة تشارت، بصي مش هتيجي، مش طالعة لنا حاجة، لأن لازم سعر البيع ده يتنقل من سعر البيع من هنا لهنا، فطبعا هو هنا. فلو أنا جيت جمعته، بصي بقى لما أجي أعمل هنا انسرت بيفوت تشارت هتبتدي تظهر لي، فاهمة؟ فهمت ممكن نعملها على أساس لاين؟ أيوه أري أو لاين، على أساس إنها لاين، يعني بتوع البورصة بيشتغلوا أكتر باللاينز. اهي الشكل ده كده قصدك يعني؟ اقصد كده اهو مثلا الشكل ده كده، بس الشكل ده ما هو لازم يبقى معاها حاجه تانية. يعني مثلا هقول لك انا ممكن نجيب مثلا سعر البيع مع عدد القطع، عدد القطع فين؟ عدد القطع اهي. فلما نيجي بقى نعمل اللاينز هتشوفي بقى اللاينز هيبقى عامل ازاي دلوقتي. بصي اللاينز اهي، بصي بصي اهي عدد القطع اللي هي بالبرتقاني وسعر البيع اهي. تعالي نجرب، انتوا معايا صح ولا الانترنت قطع؟ اهو لا تمام اهو، هنقلل دي كده اهي
نخليها هنا كده، نخليها هنا كده. ماشي اوكي. بصوا اهي المخزن ده مثلا نكبر بس الاسامي بتاعته شويه، اهو مخزن 3 ومخزن 2 اهو، ودي اهي. بصوا يا جماعه الازرق ده، الازرق ده اللي هو بيقول لك عليه سعر البيع. يعني لو جينا نعمل ديزاين ده كده، انا عايز اخليها بس كده تبقى باينه اوضح شويه. انا عايز اللاين دي هتبقى كويسه، ونخلي المخازن دي كده كبيره كده اهي. خليها تحت شويه ماشي. بصوا يا جماعه بيقول لكم ايه، بيقول لكم ان سعر البيع ده الازرق ده سعر البيع. يعني لو انا كبرت دي شويه كده كمان، بيقول لك ان الازرق ده الخط الازرق ده سعر البيع. فتلاقوا ان سعر البيع عدد القطع اكتر من سعر البيع. حد خد باله ولا لا معايا؟ لا. ممكن توضيح بعد حضرتك الجزئيه دي؟ بصي يا اسماء، بصي يا اسماء، الشيت ده، الشيت ده انا جايب عدد البيع تمام. بصي انا جايب عدد البيع، عدد دي سعر البيع، ده السعر، السعر بتاع المخزن. يعني مخزن 3 ده عنده اعلى سعر بيع، سعر بيع اهو بيقول لك اهو اعلى سعر بيع اهو. بس هو بايع كام، كام قطعه؟ 900 وشويه قطعه ل عن اكتر مخزن تاني. بصوا يا جماعه انا هفتح، بصوا انا عايز بس اقول لكم على حاجه. بصوا الشيت ده اللاينز اللي هي كانت بتتكلم عليه الاء من شويه، ده بيبين مقارنة ما بين سعر البيع لعدد القطع. في قطع بتبقى غالية جدا وفي قطع بتبقى رخيصة جدا. لو تلاحظوا الجاب او الفرق ما بين سعر البيع وسعر وعدد القطع قليل، تمام، مش كتير، لان في قطع بتبقى غالية جدا وسعر يعني سعر البيع بتاعها بيبقى غالي جدا، فتلاقوا في جاب. طب ايه رأيكم مثلا، انتوا حد فاهم حاجة ولا مش فاهم حاجة؟ لو مش فاهمين قولوا لي، يعني عشان بس اقولها. طب اقول لكم بقى حاجه تانية. ده بصوا انتوا لو تلاحظوا انا جايب مخزن المنتج وسعر بيع المنتج وعدد قطع المنتج، تمام كده. مثلا لو انا، لو انا حطيت رقم البائع هنا، او لو حطيته هنا، لا هنا مش هتسمع، هنا هتسمع بس هتبقى شكلها مش قد كده. احنا عايزين مثلا وليكن قيمه الفاتوره لو حطيناها تبقى دي تالت واحده، لا مش هتبقى حلوه برضو، دي هتبقى افضل حاجه. بصوا يا جماعه دي بتبقى فعلا زي شكل ال، دي بتبقى زي شكل البورصه فعلا زي ما انت قلتي يا الاء. عارفه فكره الجنيه المصري مع الدولار، او مثلا الجنيه المصري مع الدولار، لو الجنيه المصري مثلا هنا والدولار هنا، فلو الدولار عالي فالجنيه هيطلع معاه. فاهم قصدي ولا لا؟ الو يعني حضرتك قصدك تقول ان الحاجة بتزيد مع، يعني مع الحاجة التانية بالتبعية ليها يعني؟ أيوة طبعا. ما هو بصي اهي، ما هي سعر البيع هنا، هنا عالي في مخزن 2، أيوة. عدد القطع قليلة، في عدد القطع قليلة، لكن لما كان سعر البيع هنا كتير في عدد القطع كتير. فاهم قصدي ولا لا؟ ايوه تمام تمام. ماشي ماشي كده يا جماعة. ده الشيت اللي ممكن يروح عند مدير، عند اي مدير. تخيلوا بقى كده لما يشوف بقى، دي اسمها على فكره الاء، يعني يا اسماء، دي اسمها داشبورد. داشبورد دي عامله زي لوحه زي لوحه التحكم اللي في العربيات. حد هنا بيسوق عربيه او حد بيفهم في العربيات، لما تيجي تركب عربيه وتمسك الدريكسيون كده بيبقى قدامك العداد بتاع السرعه، البنزين، الفرامل، الزيت، خدت بالكم؟ هي دي نفس الشكل بتاعكم. ده اللي هو ايه، بيع كل مخزن، بيع القطع لكل بائع. هنا دي كانت ايه، قيمه الفاتوره اللي هو مثلا اكتر مخزن حاطط فاتوره، تعالي نحطها له مثلا هنا، نحط مثلا هنا اللي هو عايزين دي فوق دي كده، قيم الفاتوره لكل مخزن اهو، بس كده اهي. ودي نكبرها كده عشان يبقى معروف ده ايه، ده اهو تمام. وعندك دي
طب احنا ممكن نعمل فكرة قيمة الفاتورة وسعر البيع، يعني سعر البيع يبقى بالدولار وقيمة الفاتورة تبقى بالجنيه أو العكس. ايوه ممكن نعمل حاجات زي كده كتيره يا ناديه، يعني قصدي لا قصدي ممكن نعمل حاجات زي كده كتير، يعني انت ممكن تخترعي حاجات هنا فاهمه. احنا ممكن نعمل داشبورد جيشه طويله عريضه هنا، مش متخيله عامله ازاي. بصي انا هخلي في الداشبورد دي احنا كده عملنا اربع حاجات: بيع البيع كل مخزن، بيع القطع لكل بائع، قيمه الفاتوره لكل مخزن، ودي ايه دي كانت ايه انا ناسي دي سعر البيع مع عدد القطع. اهو هنكتب كده، هنعمل ديزاين، نيجي هنا في الشارت تايتل ونعمل كده اباف اهي، سعر البيع مع عدد او مقارنة بعدد القطع، مقارنة بعدد القطع اهو، ونكبر دي كده كبيرة كبيرة كبيرة، انت عارف كده ونكبرها كبيرة اهو، تمام كده اهي. كده بقى عندنا داشبورد بنت حلال قوي، تمام. طب ايه رايكم نعمل بقى حاجه جديده بقى؟ بصوا بقى يا جماعه، في هنا لو انتوا وقفتوا على اي بيفت تيبل احنا عملناه، وليكن نقف على البيفت تيبل ده، تمام. هنيجي هنا في البيفت تيبل ده في حاجه اسمها سلايسر. عارفين يعني سلايسر ولا لا؟ عارفين يعني سلايس؟ لا. يعني ايه؟ يعني ايه فلتره؟ سلايسر. جدع جدع جدع. لا سلايس يعني شريحة، سلايسر يعني اللي هو اللي بيعمل الشريحة، زي ورك عمل، وركر عامل، زي فاهمين قصدي؟ فاهمين الكونسبت ده ولا السلام عليكم. ايوه تمام ايوه فاهمين. ماشي، ده اللي بيعمل الشرايح. بصي بقى هندوس على كلمة سلايسر دي كده. بصي بقى يا معلم بقى، ده ابن كلب جامد قوي. بيقول لي بقى ايه؟ بصي، ده رقم الفاتورة، رقم البائع، اسم المنتج، مخزن المنتج، ده كل دولت هتلاقيهم هنا في الشيت ده. دوس كانسل اهو، هتلاقيهم في الشيت ده، كل رقم الفاتورة، رقم البائع، ما اعرفش ايه، كل دولت، حتى كمان تاريخ البيع. فبصي هنأول ما ندوس نيجي نقف على اي بيفت تيبل احنا عملناه وندوس كلمة قصدي بيفت انالايز دي وندوس كلمة سلايسر هتلاقيهم ظهروا تاني. بصوا يا جماعة، أول حاجة احنا لازم نختارها المخزن، احنا عايزين لو عايزين ندور بالمخزن. البائع التاريخ، لا التاريخ دي مش تفرق معانا قوي، انا اقول لكم ليه انا بعمل كده، ونخلي التاريخ معانا بس كده، ندوس اوكي، ظهر لنا 3 سلايسر اهو. دي زي فلتره كده يا اسماء اهي، نقعد نظبطهم كده اهي. ممكن دي الحته بتاع السلايسر دي، نعم يعني هستفيد منها ايه؟ هتشوفي دلوقتي اهي واهي، تمام. السلايسر دي فايدتها زي الفلتره كده. انت قولي لي كده معلش كده، مين اللي كان بيتكلم؟ انا عندي كم مخزن، انا عندي كم بص، انا عايز اسالك سؤال يا رنا، انا عايز اسالك سؤال يا اسماء وكده. قولي لي كده لو انا عايز ادور على المخزن، مخزن رقم واحد، قولوا لي كده تعرفوا تفلتروا ازاي هنا؟ مش تعرف؟ اكيد. انتوا بقى عايزين حاجه تدوسوا عليها تسمع لكم في الشيت ده كله. بص هنيجي هنا بس ندوس على السلايسر دي، وحاجه نعمل حاجه اسمها ريبورت كونكشن، نربطهم ببعض، ندوس بس كده ونيجي عند ده برضو، نيجي ثواني كده، نيجي عند ده برضو، ندوس سلايسر اهي، ندوس ريبورت كونكشن، نربطهم ببعض بس كده، نربط الاربعه ببعض اهو، ونيجي عند ده كده ونربط ده كده كله ببعض اهو. بصي بقى يا آلاء ويا نادية ويا أسماء ويا رنا وكل الدنيا، تخيلوا بقى أول ما أجي أدوس على كلمة مخزن واحد، بص إيه اللي هيحصل. قولوا لي كده اللي حصل. ألو، أنتوا قطعتوا ولا إيه؟ الو، طب حد معايا ولا مش معايا؟ الو، جاب لي كل النتائج.
لا هو الدنيا قطعت فجأة، انا حسيت ان الانترنت قطع. هو انتوا معايا الاول؟ اوكي. هو كان بطيء شويه عبال بس ما نفذ الاوردر، بس هو كده تمام قدامنا. تمام انتوا كده معايا كده. هو جاب كل النتائج بخصوص مخزن واحد. تمام لحظه بس كده يا جماعه، لحظه بعد اذنكم، خليكم معايا لحظه بعد اذنكم. تمام بس هعمل بس دي كده. مع حضرتك. بصوا يا جماعه، بصوا شايفين دي كل دي المخازن وكل حاجه. بصوا تخيلوا بقى كده لما اجي فلتر على مخزن 2 مثلا، اهو تعالوا نشيل دي كده ونشيل دي كده ونختار مخزن 2. بصوا اللي حصل، جاب لي كل حاجه تخص مخزن 2. بيقول لك مخزن 2 بقى قد ايه. مخزن 2 كل واحد في كل واحد جوه مخزن 2 بقى كام قطعه، قيمة الفاتورة لكل مخزن 2 قد ايه. اهي دي الفاتورة بتاعته، اهي نكبرها كده عشان تشوفوها. سعر البيع قد ايه والحاجات دي قد ايه. طب ايه رأيكم لو انا جبت مخزن 2 اهو ومع مخزن 3؟ بصوا اهو جاب لي مقارنة ما بين مخزن 2 ومخزن 3، قيم الفاتورة اللي ما بين مخزن 2 ومخزن 3، البيع ما بين اهو الازرق ده، ده مخزن 2 وده مخزن 3 اعلى منه، وده البيع وعدد القطع. فاهمين؟ لو احنا عملنا فلتر كده كده رجع كل حاجه زي بعض. ايه رايكم يا رجاله؟ ايه رايكم يا شباب؟ ممتازه. بصوا انا كده خلي لكم عشان تعرفوا تراجعوها تاني. الموضوع ده جامد قوي على فكره، هيمسكوا جامد قوي. تمام كده؟ تمام مع حضرتك. ماشي، دي نخليها كده شارتس. دي نسميها كده سمارت شارتس اهي. تعالوا بقى هنا، قولوا لي بقى افكار هنا بقى بعد اذنكم، حد يديني افكار. ممكن مثلا يعني انا شايفه ان في دول وفي عملاء من دول، فممكن نجيب تقييم كل واحد فيهم. ثواني هقول لك. يعني احنا مثلا احنا عندنا كام دوله من هنا؟ تعالي بس نشوف كده كام دوله. يعني صغير قوي، بس كتير قوي. طب النوع قليل. بص يا ستي، احنا ممكن نعمل لقطه حلوه جدا. انا هبتدي وانتوا تقولوا لي هو ايه. خلاص تمام. هبتدي ايه الوكلاء، ايه اكتر خمس وكلاء، اكتر خمس وكلاء. مثلا باعوا كميات، الكميه اهي، خدوا كميات. خلاص كده تمام. مش انا هبتدي انا وانتوا تفكروا بعديه. خلاص هندوس كده كده تمام. اوكي بيبي تيبل وندوس اوكي. بعد كده الوكيل اهو، وبعد كده الكميه اهي. خلاص ونعمل كده انسورت لارجست سمولست، ونيجي نعمل كده انسرت بيفتد شارت. احنا الاول صح، احنا الاول احنا نختار خمسه. خمسه دي يعني نيجي نقف عند الفلتر ده كده ونختار حاجه اسمها توب 10، لا انا عايز توب 5 اهو. اختار لي اول خمسه اهو ونعمل انسرت بيفتد شارت، ونخليها بقى دي بقى الباي دي اللي هي الشكل ده كده اهو. خليها كده اهو، كوبري ده كده نخليها كبيره كده، انا عايز اخليها كبيره كده. ونخليها الديزاين، انا بعد اذنكم، انا بقى انا عايز بعد اذنكم انا اعمل انا ديزاين لنفسي انا. معلش يعني اصل انا مش كل شويه انتوا تقعدوا تقولوا لي اعمل لا وما تعملش اهو. نخليها بالمنظر ده كده واعملها كده. كده افضل، كده افضل. ونعملها كده الليجند، لا الليجند دي انا عايزها نان. انتوا معايا صح؟ انتوا فاهمين اللي انا بعمله صح ولا لا؟ الو السلام عليكم. حضرتك معلش انا ساعات اللي مش معايا كده بفوقه كده. بصوا يا جماعه اهي، بصوا كده ركزوا كده في اللي انا بقوله. بصوا اهو انا هشد دي كده للاخر. بصوا ونيجي نقف هنا على دي كده ونكبر دي كده كتير اهو، ونخليها بولد كده، نخليها باللون الاسود. بصوا كده شايفين. بصوا يا جماعه بيقول لك ايه، بيقول لك ان الباس دي واخده حجم بيع بنسبه 26%، الشام التجاريه واخده حجم بيع ب 21%، محمد ابن سلعون دي
19 18 16 دولت اكتر خمس وكلاء خدوا بيع كميات في الوكلاء كله. بصوا يا جماعه انا بس عايز افتح بس الكاميرا لحظه. بصوا معلش الفكره في انا هقفل بس الشيرز لحظه. الفكره في الشيت اللي انا عامله النهارده ده ان انا بوريك انا كده كده عملنا البيفت تيبل الاسبوع اللي فات اللي انا بوريك ازاي تطلع الداتا بتاعتك في شكل تشارت وشكل فيجواليزيشن. فيجواليزيشن دي كلمه كبيره قوي اللي انت تخليه مرئي اكتر وتخليه بشكل بروفيشنال اكتر. فاهمين قصدي؟ مع حضرتك. ايوه تمام. فانت تخلي ازاي شكل الشيت بتاعك بروفيشنال اكتر. هو ده انا سريع شويه في الشيت بس انا عايز حد يقول لي مثلا ايه طب احنا عايزين نعمله بشكل فلاني عايزين نعمله بشكل فلاني. فاهمين قصدي؟ تمام تمام كده تمام. انا يعني حد بس يقول لي بقى فكره تانية وانا هخش معاه دلوقتي ونشوف. خلاص اوكي اوكي تمام اوكي. نعمل شير اهو ونعمل بورشن اهو. هنقفل دي كده وهنعمل مثلا اهلية التجارية. ها مين اللي عنده افكار؟ احنا بقى اخدنا اكتر يعني عملاء بياخدوا او موجودين ممكن نجيب اقلهم. مش لازم اقل ممكن نجيب اقل. تعالي كده نشوف اهو. بص اهو نجيب insert pivot table exist ونحطها في الشيت ده. ايوه اوكي. ونجيب دي كده الوكيل اهو والكميه اهو. ونجيب بقى ايه بقى؟ بصي بقى نجيب بقى في حاجه اسمها هنا مش توب 10 في حاجه. هل في زي توب 10 هنا؟ اهو نيجي توب نجيب بوتوم. توب 5 بوتوم 5 بوتوم 5 اللي هو اقل حاجه دولت اقل ناس. ونعمل انسرت كده اهو ديزاين ديزاين. لا مش ديزاين احنا عايزين نعمل انسرت بيفت تيبل. كان في شكل كده كان بيبقى عاجبني قوي اللي هو بيبقى تعال نشوف. كان في شكل بيعمل زي الهيستوجرام. لا نخليها في دي وخلاص. اهي 60 اهو دي توب دي توب 5 دي لو 5. خليها هنا كده ونسحبها كده شويه. تمام اهو. ونخلي دي مثلا نعملها في الفورمات دي كده الديزاين قصدي اهي. ونخلي الشكل بتاعها نضيف له اللي هو الاكس. لا الداتا ليبلز دي اللي هي دي شو دي. ونخلي الداتا ليبلز دي لا احنا عايزين نخليها فوق. عايز اخلي الحاجة فوق. مثلا نخليها دي كده. بس كده. دي لازم تبقى فوق. يعني هي ما ينفعش تبقى فوق اساسا. هي لازم تبقى هنا. انتوا فاهمين قصدي؟ اهي. مثلا اهي. بصوا يا جماعة. الفكرة في دي. ان انت بتوري المدير بتاعك ايه الشكل. بيبقى شكل كده بيبقى شيك قوي ان انت تقدر تقول له الداتا بتاعتك بتوصل لايه او بتوريها له بشكل مرئي اكتر. فاهمين اكتر؟ الحاجات المرئيه بتتفهم اسرع من الحاجات الديتيلد. يعني لو انا بعت لمديري شكل بالمنظر ده كده مش هيفهمه
غير كده او مش هيفهمه اسرع زي كده. هنا ده كده يفهمه اسرع بكتير قوي. يعني مثلا لما نقول توب 5 هيجي يبص كده على العنوان ما اعرفش ايه اللي هي البازر التجاريه 26% 21% 19 وهكذا. فاهمين قصدي ايه؟ هيبقى الشكل هيبقى افضل كده كتير. هو عموما حضرتك الاشكال البيانيه دي بتبقى اوضح للعين مما تكون جدول ومجرد ارقام، يعني هتبقى اسهل للعين بالشكل دوت كده او بالاشكال دي. بالظبط هو ده اللي انا عايز اوصله لكم، ان الحاجات الفيجوال المرئيه بتبقى اسرع واحسن في الفهم اكتر من الشكل بتاع الجداول ده، اللي هو قصدي شكل الجدول ده. تمام كده يا جماعه؟ الو تمام حضرتك. ايوه معاك. انا خلصت. الو هي دي كده اخر حاجه معانا. كده انا خلصت كل حاجه، انا كده خلصت الكورس كله. انا عارف يا ناديه ان انت ممكن يعني الموضوع هيبقى الوقت الحلو بيعدي بسرعه، بس للاسف انا خلاص يعني انا كده خلصت الاربع حصص بتوعي، وانا كده حبيت ان انا اعرفكم حاجات كتير. ممكن الريبورتات او الحاجات المرئيه دي ممكن الناس ما بتستخدمهاش كتير، بس انا برضو حبيت اقولها لكم عشان لو انتم اشتغلتوا في التقارير والكلام ده الموضوع يفرق معاكم كتير. بس كده. في حد؟ جزاكم الله خير يا استاذ محمد. تسلم استوركي. شكرا قوي. هل حد عنده شكرا لحضرتك ومجهودك معانا. تحت امركم في اي شيء. ربنا يخليك. تسلم. حد عنده اي طب ممكن سؤال من فضلك؟ هي المراحل اللي احنا مررنا بيها في البرنامج بتاع الاكسل دي، هي دي كده اكتر مراحل ممكن نستخدمها في الشغل؟ أيوة. ولا أيوة. في حاجات تانية متطوره ممكن ان حضراتكم يعني يبقى في كورس عنها وان احنا نقدر نشترك فيه؟ بصي اقول لك على حاجه اسمعيني كويس. اديتك اكتر وعلمك اكتر حاجه بتستخدم في كل الشركات وفي كل الشغل. تمام. في حاجات تانية اكيد. تمام. في حاجات تالتة اكيد، في 5000 حاجه، بس انا عرفتك 90 او 80% من الشغل بيمشي ازاي. فاهمه؟ لما انت بتشتغلي شغل والموضوع بيتطور، انت نفسك هتطوري نفسك. فاهمه؟ تمام. بس تمام. بص حضرتك فعلا هو ممكن تكون اديتنا الاساسيات بتاعه التطبيق اللي هنقدر نشتغل بيها وتطلع شغل ممتاز، بس من كتر الواحد ما بيشوف حاجات ليها علاقه بالاكسل، فيديوهات وكده، بتحس ان هو تطبيق ملهوش نهايه وملهوش حدود. هو ملهوش حدود فعلا. بس انا بديكي الشغل اللي اي شركه بتحتاجه. يعني انتوا مثلا معلش البيفت تيبل ده مشهور جدا، تلخيص البيانات ده مشهور جدا. الاف قاعده اف وفي لوك اب، فاكرين اف وفي لوك اب؟ الفي لوك اب والاف دي مشهوره جدا، دي مطلوبه جدا. الجمع والطرح والقسمه والكلام ده كله ده برضو مطلوب. فاهمين قصدي؟ الحاجات دي تمام بنسبه كبيره جدا مطلوبه. اما مثلا في شويه حاجات مثلا معادلات مثلا بسيطه، ازاي تعد الارقام وما اعرفش ايه، بحس ان ملهاش لازمه. فاهمين قصدي ايه؟ لكن انا اديت لكم التقال، الحاجات التقيله. تمام. شكرا لحضرتك ومجهودك معانا، ربنا يخليك. تحت امركم يا جماعه. صح. انا عايز بس اقول لكم على حاجه بس قبل ما تقفلوا. خلي الجروب ده اعملوا له يعني خليه عندكم، يوم لو لا قدر الله وقعت عندكم اي مشكله في الاكسل او اي حاجه افتكروني، اكتبوا كلمه اكسل في الواتساب عندكم هتلاقوني موجود معاكم. اي حد محتاج اي حاجه انا تحت امره. بعد فتره هنتنسي وبعد فتره كل واحد هيروح يعني هينسى حياته، بس مثلا لو انتوا شغالين في الاكسل ولا حاجه وافتكرتوا، افتكروا ان في جروب اسمه اكسل ممكن تخشوا وتكتبوا تدوروا هتلاقوني موجود في الاكسل ده. انا ما بخرجش من اي جروب في اكسل، وتبعتوا لي انا كده تحت امركم في اي شيء. اي حد عنده اي مشكله انا بعون الله وانا اقدر احلها. فبس كده. فانا حبيت بس اقول لكم الجمله دي. شكرا جدا. شكرا. متشكرين لحضرتك. شكرا. كتر خيرك. شكرا. شكرا جدا ليكم. مع السلامه. مع السلامه.